لليوم الثالث على التوالي تتواصل عمليات الجراحة لقطرات مياه العيون البيضاء بمستشفى الولائي بمدينة لاكليري بولاية مايوكيبي الغربي، وقد أجريت 175 شخصا عملية جراحية من المستفيدين داخل المخيم الطبي الذي خصص ل 500 عملية جراحية. هذا فقد عبر المستفيدون من هذه الخدمات الإنسانية التي تنظمها مؤسسة القلب الكبير للشرائح الضعيفة من خدمات صحية واجتماعية في كثير من المجالات التي ترعاها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في مجال التكافل الاجتماعي. هسا قال نبريباردور نمشي ماولو كامرون، قال نجي إلا نمشي أمك لي يا الله جابها مراكم الله جابها من الله جابها خلاص يا الحمد لله. هسا يا الإن أنفكت ساكت ولا ريال ولا ريالين، شغل الصوت ده هو ما يكفى الله بس يكفيه، نادم كيف يقدر يكفيه كم ما في، وأنا شكرنا كثير. شكرا لله هند علينا كل نظمة قصوا شكرا لله، كل علينا قصوا شكرا لله، الحمد لله عليه علينا هنانا فكا. الله نشكر جراندام، نشكر فونداسيون وميديسو، نشكرهم كثير، ساعدونا علينا الشعب وكل الفرحانين. كما أكد رئيس القافلة الطبية عيسى محمد مهدي البرامج والخدمات التي تقدم داخل المخيم من عمليات جراحية وتقديم الأدوية، بالإضافة كفالة الإعاشة التي تستمر لمدة 7 أيام داخل مستشفى الولائي بمقاطعة لاكليري.